يقول يعني ماذا يفعل إذا كان لا يستطيع مطلقا أبدا؟ كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. والشرع معروف أنه لا يكلف بما لا يستطاع. لا يمكن أن ينهاك الله عن شيء وأنت ما تقدر. قول أنا ما أبي، قول أنا مشتهي المعصية، لا تقول ما أقدر، لا تقدر. لو أردت تقدر، واستعنت بالله تبارك وتعالى وبذلت الأسباب الصحيحة تقدر، ما في أحد ما يقدر أبدا. لكن نفس الأمارة بالسوء، أصدقاء السوء، الشيطان، كل هذه الأشياء تدفع إلى المعصية قطعا. ولكن الإنسان لابد أن يستمر ويحاول ويجاهد نفسه حتى ينجيه الله تبارك وتعالى. أما قضية ما أقدر غير صحيح، لا تقدر. إذا توكلت على الله تبارك وتعالى وبذلت الأسباب الصحيحة تقدر.